كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ سلمى شيخ مرسلين عبد الناصر الطوني، طالب كليه العلوم جامعه منزور اكاديميه السنه الثالثه شعبه الرياضيات، احد الطلبه المطرودين ظلما وعدوانا. المهم اليوم وصل المعتصم ديالنا اليوم 178 على التوالي، اننا معتصمين منذ شهر 9 ولا احد يحرك ساكنا، لا من رئاسه جامعه منزور، لا من وزاره وصيه، لا من حكومه، حد الساعه ما كاين والو. كان دخلوا ناس مثلا ديال المجلس الوطني، العصبة المغربية حقوق الإنسان، المغربية جميع المغربية حقوق الإنسان، دار شكلوا شي لجناو، وكان حوار مع الرئيس ديال الجامعة على أساس أننا نرجعوا، ولكن حد الساعة مازال ما كاين والو. 178 يوم مرت بالبرد ديالها والشتاء ديالها، جميع الفصول مروا عندنا في هذا الاعتصام. علاش الطرد ديالكم؟ الطرد ديالنا السبب الرئيسي ديالو هو العمل النقابي في إطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، مكتب تعدد كلية العلوم. بحيث اننا كنطروا الطلبه وكنوجههم دراسيا ثقافيا نقابيا، ولكن هذه السنه اللي هي الموسم ديال 2018 جا العميد واحد العميد جديد اللي هو سي حسن نشيط، وما بغاش هذا العمل. كان اول حاجه دار هو قام بالتضييق على النقابه ك ديال الطلبه، انه منع الانشطه ديالها، مثلا حصص الدعم كيسد على الطلبه القاعات، حيد لنا السبورات النقابيه فين كيجيبوا الطلبه الاخبار ديال الاعلانات، كذلك تهدد الطلبه والطالبات المناضلين اللي كاينين معنا في المكتب، وبقى هذا التضييق بدرجه انه وصلت به كيتعلق العيال اليوم ما كتلقاش غدا. اعلان مثلا فيه الاخبار بان الطلبه كاينه حصه ديال الدعم اليوم الفلاني مع الساعه كذا كذا وكيتحيد. المهم من بعد تقريبا من بعد ما دوزنا الامتحانات جاء كنلقاو سميتنا معلقين في الساحه، ان جو طلبه عمر الطالب عبد الناصر طوني يتوجهوا للمصلحه الشؤون الدراسيه. ملي مشينا لقينا استدعاء ديال البوليس، استدعاء ديال البوليس مصلحه الشؤون الدراسيه. المهم خديناها، بقات المحكمه تبعها تقريبا عام ديال المحاكمه، يلا عام ديال المحاكمه على جوج تهم، تعيب اشياء مخصصه من فعل عامه واهانه موظف. هاد التعيب قال لك خرجنا شي طاولات ورسنا باب، والطاولات كيك بقاو داك يمتو صبات عليهم الميديتي ماشي شتاو خسروا، وإهانة موظف قال لك نعتنا الكاتب العام بالمخزن. المهم المحكمة الابتدائية راه حكمت في هذا الملف، برأتنا من واحد التهمة ودانتنا في واحد التهمة أخرى، رغم أن 5 شهور جابتهم الإدارة باش يشهدوا، وكانت الشهادة ديالهم جميعهم لصالح ديالنا، بحيث أن قالوا أن الطلب مستحيل يرتكبوا هذا الشيء، وهذا الشيء راه ما كاينش، وهذا الشيء ممنوع له، ولكن المحكمة كدينا بشهر ديال الحبس موقوف التنفيذ وغرام مالية قدروها 500 درهم لواحد فينا. رسالة أخيرة، حنا 178 يوم واش بغينا نرجعوا للدراسة؟ اللي مسؤول على هاد إذا ارتكبت الرئاسة ولا الكلية الخطأ، راه الناس اللي فوق منا هادي يصلحوا. هادي رسالة للمسؤولين أنهم يدخلوا باش يردونا الدراسة ديالنا. والسلام عليكم ورحمة الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.